واللي بيرفض بعد كلمة عميل بدنا نشهر فيه من هلا قريب، مين ما كان يكون. والآن هل سيشهر النائب ميشيل عون بالقضاء العسكري بعد أن قال كلمته بالقيادي البارز في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم؟ هل سمع عون اتهام قاد التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة وهو لطالما كال الاتهامات لمديرية قوى الأمن الداخلي ولشعبة المعلومات على خلفية اعترافات كرم؟ وهل سيحمي أحد أبرز قياديه مجددا أم سيترك للعدالة أن تأخذ مجراها؟ القاضي أبو غيدة طلب في قرار اتهامي أصدره إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 سنة بحق كرم، كما طلب العقوبة نفسها للمدة عليه الفار من وجه العدالة الياس كرم كمتدخل في الجريمة. وفي معلومات لأخبار المستقبل أن كرم ولدى سؤاله من قبل التحقيق الاستنطاقي في حضور وكيله عما إذا كان يؤيد إفادته الأولية وعما إذا تعرض لأي إكراه، أجاب: إنني أؤيد إفادة الأولية بكامل إرادتي من دون ضغط أو إكراه، ولكنني أتحفظ على بعض العبارات اللفظية التي قالوها عني كعبارة عميل ومشغليه. ولدى سؤاله عن سبب موافقته على الاجتماع بالضابط الإسرائيلي في فرنسا، قال كرم إن حشريته كونه ضابط مخابرات قديم دفعته لمعرفة ماذا يريد عنه الموساد، وأضاف: لقد مضى على وجودي في فرنسا 24 سنة، وهناك يوجد يهود وغير يهود، وقلت لنفسي إذا اجتمعت مع يهودي يكون الأمر طبيعيا، ولم أعطي لهذا اللقاء حجمه، وإني أعترف بالخطأ بالموافقة عليه. وعن المعلومات التي زود المخابرات الإسرائيلية بها، أجاب: معلومات حول ما إذا كان المعتصمون في ساحة رياض الصلح سيقتحمون السراي، معلومات عن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، هيكلية التنظيم في التيار الوطني الحر وكيفية اتخاذ القرار السياسي فيه، معارفه من كوادر حزب الله وبمن يجتمع معهم. فمثلا أبلغ الموساد أنه يجتمع مع الحاج غالب أبو زينب في مطعم الساحة والحاج محمد صالح في منطقة الشمال. ولدى سؤاله عما إذا كان الموساد الإسرائيلي يقبل تزويده بمعلومات سياسية من التيار الوطني الحر وحزب الله دون أي معلومات لها قيمة أمنية، قال كرم: حسب اعتقادي كانوا يريدون تجنيدي لأمور أخرى، وإن البداية كانت بسؤالي عن الأمور التي ذكرتها. وتبين أنه أكد استعماله لخطوط أمنية كانت تتغير كل سنة لعدم انكشاف أمره حسب ما قال، وأنه لم يستعمل الجهاز المسلم إليه والذي يعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية. وعن مميزات هذا الجهاز، أجاب: إنه في حال تعطلت المحطة الخلوية في لبنان أو اختفى الإرسال فالجهاز يعمل على الأقمار الاصطناعية. واعترف العميد فايز كرم أنه تقاضى مبلغ 14,000 يورو على دفعتين. وقد تأيدت هذه الوقائع بالتحقيق الأولي والاستنطاقي باعترافات المدعى عليه بالمصادرات وبمجمل التحقيق. وفي الشق القانوني ثبت بكافة مراحل التحقيق الأولي والاستنطاقي أن المدعى عليه العميد فايز كرم كان على تواصل مع ضابط إسرائيلي يدعى رافي، واستمر التواصل لمدة 2 سنين ونصف حسب اعترافه في التحقيق الاستنطاقي. وفي خلال هذه المدة زود الضابط المذكور بمعلومات عن هيكلية التيار الوطني الحر وعلاقته ببعض الأحزاب الأخرى وأسماء كوادره القيادية.